كلشي عندهم هما. خويا بغا يدوي عليا ما عندوش عادي الا باش يهضر عليا تا وقع. علاش باش من حقي ناخذ وراي شهاده طبيه ونهضر على راسي ماشي من حقي؟ علاش عادي ما ياخذني شهاده طبيه ديالي استاذ بيا؟ علاش ويلحق عليا؟ علاش وكيقول لي بشويه انا قدرت تعذر لي بيلحق عليا وانا ما رضيتش؟ علاش عباد الله؟ علاش عباد الله؟ شنو الحق في هاد البلاد؟ عطوني حقي ولا ناخذوا بيدي؟ كنقول من هذا المنبر عطوني حقي ولا ناخذوا بيدي؟ غنحيد المول راسي ونقدم راسي. ما رضاش انا، ما رضاش سيدي اغتصبني، ما رضاش. حيت انايا قلت غيدخل المخزن غياخذ لي حقي صافي غنفرح. غيجيب لي عصابه دوي انا وليت خايفه على راسي. السيد ملي خرج غيجيب لي عصابه. فاش بغيتي تقولي للمغاربه شدي شدي اشنو وقع لي بنتي؟ شنو وقع لي بنتي؟ انا ما عرفتش سيري على ماما. سليمة سليمة تيجي تشوفي صغيرة تنغوتيها خليها حليت الباب التمرة اللي خاصة هي ما كنتش معاها في المحكمة اللي حليت الباب ثاني والله امك تنشوف طاقة منك سليمة غادي نتركي واحنا نهربوا جينا الشرطة هنايا جينا هربنا جينا ولكن قلت لكم والله ابوكم انا ما قضيتو والو بنتك خافت مني وما بغاتش تجاوبني على الدواكي راه خافت مني انا ابوكم عندي الكاس وصافاتي كانت تصورت تصور حياتي هو وداك الجدر تصوروها لا تقول خلت تصوروها علينا حنا الدراويش ما عندناش بلاد اخويا هاد الاخ ديالي هادي كانوا اختطفوا واحد السيد في واحد السياره كانت غادي للعمل ديالها في واحد اللحظه ملي كانت غادي البدايه كانت غادي مع الوالد ديالي بعدا واحد الدراجه ناريه غادي بها الخدمه الوالد ديالي ملي قرب الطريق ديال طريق الرباط اللي كتدي لام الرايس كازا تتلقى واحد التليفون من عند واحد الشخص مشى عنده حط الاخ ديالي حدا الشانطي ومشى عنده ملي مشى عنده كمل المهم هذاك الحوار اللي دار بينه وبينه شو شنو رجع اللي رجع كيلقى الاخ ديالي ما بقاش في هذيك البلاصه حدا واحد مول ديسير ملي رجع سوى مول ديسير قال لي واحد البنت ديالي كانت قال لي ما عرفت ما شتاش الدريه من العشره حتى السبعه حتى لورا المغرب وهي التليفون ديالها طافي انا جيت من العمل ديالي كموظف جيت تمايا تعيط لي الوالد ديالي قال لي يا ودي جي عندي دابا الاخت ديالك تخطفات ركبت على السياره ديالي وجيت كنجري جيت للمخبر ديال الدرك ديال المركز الترابي جيت تما لقيت الوالد ديالي السير ديالي الاخت ديالي الام ديالي دخلت مع الوالد ديالي لقيت واحد النائب ديال المركز الدرك الملكي تمايا وجوج ديال الدركيين مداومين دويت مع نائب قائد المركز قلت ليه دير شي تدخل راه الاخت ديالي راها مخطوفه محتاجه وداك الشيء ولكن الوالد ديالي راه عارف شكون اللي خطفها كان تهديدات عندها سابقا فهمتيني والوالد ديالك عنده واحد رقم ديال الهاتف ها هو عطاه ليا قلت ليه ها هو هذا السيد قال لي راه الوالد ديالك كيعرفوا الدرك لانه هو كيخدم الوسائط ديالهم انا كنقول لهم معنى الكلمه ونتحمل المسؤوليه ديالها ما عليناش المهم في واحد اللحظه خديت هذاك الرقم ورنيت على الزر ديال الهاتف كيجاوبني واحد كيقول لي شكون معايا قلت ليه معك واحد الشخص قلت ليه قال لي لا انا ماشي مو التليفون انا راه الاخ ديالو قلت لي شوف راه انت انا عرفتك بالصوت ديالك ولكن راك انت محتاج خصي طلقها فهمتيني قلت انا عرفت كم صوتك لا ما تقول لي حيت انا ديجا كنت كنعرفو كيجي للدار تما وكذا عند واحد شي ناس تما الجيران تما ما عليناش واحد اللحظه جا واحد التليفون للوالد ديالي كتقول فيه واحد السيده السي بوسلام كيداير بخير لاباس قالت لي راه واحد الدريه سميتها فوزيه راه طايحه في الفتح فتح واحد عندها السكر بلغ عائلتها قلت للوالد ديالي واش حنا كنقلبوا على اختيسيه ولا كنقلبوا على فوزيه حيد عليا من الهضره الخاويه هي هذيك واحد 10 دقائق جا النسيب ديالي السهر ديالي جا كيجري قال لي جي راه شي ناس قالوا لي واحد الدريه طايحه عليه قال لي عاون شنو ربنا تكون هي صافي خرجنا من المخبر ديال الدرك الملكي مشينا كنجريو تما تما لقينا الجوقه لقينا هي نيت فعلا مغمى عليها والجبين على العرق والجبين ديالها كاع عرقان وكترتعش من شده الممارسات اللي مارسوا عليها وكذا فهمتي الاعتداءات اللي كانت من طرف هي الشيء اللي قالت هي قالك عشادو على سبعه الناس الشيء اللي سمع الشيء اللي كاين نيت فعلا سبعه ديال الناس ما عليناش عيطنا للدرك الملكي ديال تما المداومين جاو كيتجراو شافوا الحاله ديالها عينوها عيطوا للوقايه المدنيه هزتها جابوها للمستشفى الاقليمي ديال المحمديه انا عيطت للمنبر ديال الصحافه نشد الوقايه المدنيه هزتها ما بقاش المنبر ديال الصحافه ما كاينش شكون اللي غيصور الضحيه تهزت قلت لهم نتلاقاو في المستشفى الاقليمي ديال المحمديه تما ونديروا شي لايف ماشي مشكل وصلنا للمستشفى الاقليمي تمايا لحقت هاد السيد المنبر الاعلامي محمديه بريس الشيخ خالد مطيع الله يجازيه بخير
هي هذيك قال لي اش غدير؟ يسير عاين الصحه ديال اختك بعدا اولا عاد جي عندي. مشيت عاين الصحه ديال اختي لقيتهم دخلوا المستعجلات، الرجعه اللي رجعت عنده درت معاه لايف انا والوالده ديالي. ما عليناش هذيك الساعه اختي بقات تمايا شي ثلاثه السوايع اربعه، عاد جاوا الاطباء فهمتيني كيشوفوها قالوا لي اطباء شو ما تخليش يدخل عندها. جاوا الناس ديال الجهاز الامني كل شيء تاسف كاع جاوا تما داروا محاضر وداك الشيء من شافوا داك اللايف سمعتيني داروا محاضر حروهم وداك الشيء شكون تداكش وكذا. المهم خذوا التصريحات ديالها هي مغمى عليها فهمتيني ما كتجاوبش كاع فهمتيني واخا كيدير مصالح ما كتجاوبش جاوبش هي هذيك في واحد اللحظه جاوا الدارك داروا حروا معها واحد المحضر جوج دراكيين خذوا التصريحات ديالها. ديك الساعه كانت فاقت من الناس فهمتيني خذوا التصريحات ديالها قالوا لنا شوفوا اليوم راه السيده ما تخرجش هذا تبعت مع الام ديالها جيبوا لها شي اغطيه ولا شي حاجه زيد الدار انايا الوالد ديالي والاخ ديالي بداو الصهر ديالي مشينا للدار ديال الاقامات الحلو في كيسكن الوالد ديالي زدنا اغطيه وداك الشيء جبنا عليهم صافي عطيناهم هذيك الاغطيه ومشينا بحالنا حتى الغد. الغد ملي جينا تلقات الاسعافات الاوليه فهمتيني من عند الطبيب المداوم ديال الصباح اللي كان الطبيب المداوم اللي كان هي هذيك في واحد اللحظه جاوا المنابر الاعلاميه سجلوا معنا فيديوهات فهمتيني المنابر الاعلاميه سجلوا معنا فيديوهات بزاف جات لا ديستي تا هما خذوا التصريحات ديالنا في واحد اللحظه الدراكي كتقول لي الاخت ديالي كيدور في طبيبه كيقول ليها عندك منشاه طبيه عندك بحال بحال كيضغط على الطبيبه باش ما ديرش طبيه ديال الدري اختي. في واحد الحين الثاني الدراكي رجع هو واحد الدراكيه خداو التقرير الطبي داوه ما عطاوش للدري اختي نسخه منه هذا راه لا يعقل خاص هذاك التقرير الطبي الدري يعطوها نسخه منه باش تدلي به. هذه راه مسائل انتخابيه نجحتي ما خديتيش نسخه من المحضر ما عندك والو كذلك هي هادشي اللي طرا. حنا دابا كنطالبوا من سيدنا القائد الاعلى لقوات المساحه الملكيه وشي الحموشي والسيد داكي والجهاز الامني والقضائي بصفه عامه الله يجازيهم بخير اللي كنسمعونا من المنبر باش يدخلوا في هذا الملف وتعيد وتعاد واعاده النظر للهيكله ديال هذا الملف وتاخذ المجرى الصحيح ديالو. وبغينا الناس نزهاء في هذا الملف يدخلوا. واليوم كنتفاجئوا كنتفاجئوا بالسيد كيتقدم وكياخذ صراح مؤقت المتهم الرئيسي وكنا كنتواصلوا مع الجهه هذاك المنابر الاعلاميه وكيقول لنا شدوا جوج هو الثالث. واليوم الدارك جاو ديال المركز جاو عند اختي وعانوا الصحه الحاله الصحيه ديالها وقال له حنا ملي غنبغوك راه غنقدموك معاه. اليوم كنتفاجئوا ما تقدمت معاه هو تقدم بوحده. حنا كنعرفوا الانسان اللي دار شكايه راه كيتقدم المشتكي والمشتكى به كيتقدموا بجوج هذا مشى بوحده ما معاش المشتكيه لا يعقل هذا راه سؤال غريب كيحير لا يعقل. واليوم داير الحليب ودير حاله جاي من الحج والناس اليوم الوالد ديالي والاخت ديالي والاب ديالي ناس ضعفاء ما عندهمش ما عندهم صحه ما عندهمش تكا ليهم. الناس الوالدين ديالي كانوا ثيقين في الجهاز الامني فهمتيني والقضائي اللي غينصفهم. اليوم حتى واحد ما نصفهم اللي خرج هذا المجرم خافوا هربوا فين جاوا؟ جاوا حدا المركز القضائي باش يحميهم. اليوم حميهم الله سبحانه وتعالى ما كاينش اللي غادي يحميهم. حنا كان من هذا المنبر كان الناس صاحب الجلاله وسميتو ووزير العدل والجهاز الامني والقضائي بصفه عامه والناس نزهاء ديال السلطه القضائيه كان نواجه من هذا المنبر يدخلوا في هذا الملف عاجلا وفورا.